تبسط الأمن والأمان على الطريق الدولي بين بغداد وسوريا والأردن وتقضي على 32 إرهابيا من تنظيم القاعدة وتعتقل 51 بينهم 7 من أمراء التنظيم. كما دمرت القوات العراقية معسكرين صحراويين وسيطرت على معسكر كبير، إضافة إلى ضبط مستودعين للأسلحة بينها أسلحة تركية جديدة الصنع. واصلت القوات المسلحة العراقية عمليات الشبح العسكرية واسعة النطاق في الصحراء الغربية المحاذية للحدود السورية والأردنية، ووجهت قيادات عمليات الأنبار والجزيرة والبادية وطيران الجيش والأجهزة الساندة ضربات قاصمة لفلول تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية المتحالفة معه. فقد دمرت معسكرين صحراويين وسيطرت على أكبر معسكر في جوف صحراء الأنبار يعرف باسم معسكر سيف البحر. وأشارت مصادر العملية إلى مقتل 32 إرهابيا واعتقال 51 آخرين بينهم 7 من أمراء تنظيم القاعدة الإرهابي وضبط مستودعين ضما أعدادا كبيرة من مدافع مقاومة الطائرات والدروع والقنابل اليدوية ومدافع الهاون وصناديق ذخيرة وبنادق ومسدسات من صناعة تركية جديدة. يحتاج موقف عراقي حازم أزاء تركيا وأزاء علاقتنا بتركيا، لأني أجد بأن الموقف التركي موقف حقيقة لا يسكت عنه، وليس فقط في الشأن العراقي وإنما هو جزء من مؤامرة ومن مخطط شيطاني يريد أن يبث القلق في جميع البلدان العربية حتى تخلو الساحة لهم ويعيدون أمجادهم دولة العثمانية. وبتطهير الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود السورية الذي شهد عمليات اختطاف عديدة لمسافرين عراقيين من العصابات الإرهابية، تنفست الصعداء محافظة الأنبار التي كان قد طلب مجلسها من الحكومة المركزية تدخلا عسكريا عاجلا. الجيش العراقي هو من كل مكونات الشعب العراقي، ويدافع عن سيادة العراق كما هو منصوص بالدستور، ويدافع عن أيضا في هذه الآونة الأخيرة الخروقات الأمنية عندما تطالب المحافظات ضمن القانون، المجالس المحافظات السلطات الأمنية هي بيد المحافظ، عندما يطلب المجلس المحافظة أو نائب المحافظ بأن الوضع الأمني لا يستطيع السيطرة عليه، فهناك قيادة عمليات تدخل وتستطيع أن تقضي على كل البؤر الإرهاب. نادي العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد. طلب رئيس مجلس الشورى